إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عشية عيد الفطر السعيد تعالت أصوات التكبيرات ببيروت، الناس أقبلت على الأسواق، ولا رصد الحركة توجهنا إلى التجار بشوارع بيروت. في حركة عالم، في عالم، بس الإيم الشرائي ما فيه، العالم كله مهبرة. نازلين كولكشن وعاملين كمان اشتري قطعة وحصل على الثانية مجانا مشان العالم تتشجع ومن شان العيد كمان. يعني بتحس العالم عم تشتري بالقوة، ما في بسط، ما في سعادة، بس انه بدها تفرح اولاد العالم. العالم ناطره لتقبض هلا بعد، لهلا بعد ما في اجواء قبض. ما هيك الاعياد وينعاد على الجميع؟ كيف بتكون الاعياد؟ احلى من هيك. كيف؟ اقتصاد تعبان، يكون في ميل مع الناس، يكون فرحانين، يكون اللبنانيين موجودين. هلا هو هيدا عيد الصغير، بنقول له نحن عيد للصغار، فرحه للصغار، بس اذا الصغار بيتهم بس ما معهم مصاري ما حيفرحوا. الأباء تحدوا الظروف وبحثوا عن فرص مالية من أجل أن يفرحوا أولادهم بثياب جديدة، والأمهات انعجقوا بالتحضيرات والبحث بين المحلات عن ثياب أسعارها مناسبة للجيبة. ربي كريم يدبر، على دبرنا الحمد لله، ما نشتغل شغلتين من لحق. بيني وبينك كنا عاملين جمعيات، كذا عائلة عاملين جمعيات وقمنا بالمصروف. الأولاد شو ما دفعت لهم قليل، هدول زهرة الدنيا، حلاوة هالدنيا الايام الحلوه، والله يبعث لهم ايام حلوه كثير ان شاء الله. ما في خساره بالعيد، يعني المهم هن ينبسطوا الاولاد، يعني العيد فرحه للولد، تياب وفرقاع وجنازير وبيمرق يومين بيمرقوا. والله ما بعد ما بعرف يعني شو بدي اجيب له، بعدني عم بدور هيك. انا جبت لي تياب مزنطر، بنطلون جينز مخزق منفرقع منظهر. هلا رايح اجيب تياب العيد. جبت تي شيرت وقميص وبنطلون. بدي عيد اخوي وابوي. ومن التياب الى الحلويات، فضيافة العيد ايضا خاصة. الحمد لله جبنا الاغراض وهيينا الاغراض وجبنا المعمولات، بس الله يبعد اللي بياكل كثير اللي عنده، يخلي كل واحد يبعدهم عني، هذول كل واحد بده معمول بياكل اربعه. لا والله ما عملت لكعك ولا شيء، انا جاي زياره على بيروت. كانت تعمل المعمول، تعمل كل شيء، امي شاطره بالطبخ. يعني بقولوا مثل شريته ولا تربيته او شيء هيك، بقولوا مثلا يعني بتاخذي من السوق افضل، ما عندك وقت بتكوني عم تشتغلي او شيء، عندك شغل برا. بلشنا في المعمول التمر والسواري هات والفستق والمعمول مشكل، في تشكيل كثير يعني على العيد. يعني لهيك نحن عندنا مشكل، بتجي عجوه وبالجوز وبالفستق الحلبي. هلا هون بكره بعد بكره بصير عندنا فرد معمول كثير، منضيف منعبي منغلف مشان عجقه العيد. والعيد بلش عالم تطلع بعد الافطار بتشتري عصير وفواكه وتياب وهيك، نعاد عليك وحلويات. الشعب اللبناني كله بيجيب بقلاوه، بيجيب شوكولاته، بيجيب كاكازوز، بيجيب كل شيء. انا مصري بس كنت مفكر انه ما فيش عيد، ما فيش اجواء عيد هنا في بيروت، بس طلعت منيحه الحمد لله. اختلاف الصورة بين الماضي واليوم بطرق الاحتفال، إلا أنه بيبقى العيد فرحة ولمة أهل. كنا ننطر بناطر ناخد نص ليرة وربع ليرة إلى قيمة، هلا ما في إلى قيمة، ما في شيء له قيمة هلا إلا الصحة بالنسبة لنا. الطفولة كان واحد يفرح بالعيد ويمصيت ويجيب تياب، يجيبوا له أهله تياب ينيمهم قدامه لأول يوم العيد، يا منهم يخبون تحت المخدة، يا يخبون قدامهم على التخت لحتى يقوموا على بكره يعيدوا ويلبسوا ويروحوا على حرش العيد.
كمان كان في حرش العيد بالاول، هلا كله ما بقى فيه مثل الاول. انا بتعيد بعدها وبتزور بعدها وبصلوا صلاه العيد وبيعملوا زيارات لبعضهم وبعيدوا اولادهم والاولاد بيجوا بعيدوا ابيتهم. مين بدي عيد؟ بدي عيد كل كل كل, كل اللبنانيه. جيب المجوز يا عبود ورأس ام عيون السود من شحرورة الصبوح تغني ويهز البارود. الله سبحانه وتعالى يعيده على أمة سيدنا محمد على المسلمين بالخير والبركة وعلى الجميع اللبنانية، وإن شاء الله بنعاد عليكم بإذن الله تعالى وتشوفوا على كل شيء منيح بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، بنعاد عليكم.